السلام عليكم. اليوم نضرب الدورة في ملعب براقي على ضوء آخر تحديث نتاع جوجل إيرث. يعني درت فيديو هذه عندها حوالي 3 شهور، والآن نعود لأنه فيه بعض الإضافات، فيه بعض الأشغال اللي جديدة تمت يعني بارابور لآخر تحديث هذه مدة 3 شهور. إذن ما هو الجديد؟ نتكلم على قال الأشغال، يعني كاين بعض الناس اللي ما شافوش الفيديو الأخيرة هذه تاع مدة 3 شهور. إذن نتكلم على قال الأشغال واش كاين، وبعدين نأكد على الجديد اللي تخدم هذه في المدة الأخيرة. إذن الأشغال اللي راهي خاصة الآن يعني مركزين عليها هي التهيئة الخارجية، لأن الفيديوهات ان جينيرال ما تبازيش ما تخصصش على ما تتكلمش كتير على التهيئة الخارجية، وهي التهيئة الخارجية تشد وقت وفيها خدمة، فيها خدمة يعني. إذن ناحية التهيئة الخارجية نشوفوا باللي الماركة نتاع السيارات لو باركينج انتهت الأشغال به حوالي 100% جهادي وجهادي. وهنا كاين هذا الممر تاع الراجلين كذلك، نشوفوا باللي نلاحظوا باللي كاين مدخل تاني قد تم إحداثه يعني بارابور الفيديو الاخر. اذا هذا المدخل الثاني هذا ما كانش كاين في الفيديو الاخيره، والان نشوف بلي كاين مدخل ثاني. وكذلك الممشى المكان تاع المخصص للمشاة هذا راه تم اشغال تاع التزيين تاعو، ريفيتمون سول هذا نشوفه هنا. وكذلك الجديد يعني بالنسبه للفيديو الاخيره هو البلاط نتاع لو ريفاتمون نتاع المنطقة هذه كلها، هذه المنطقة المسمات لو بارفي، وهذا المنطقة نتاع الخروج نتاع المتفرجين يخرجوا منها. هذه المنطقة مخصصة للمتفرجين، وبعدين يهبطوا هنا في الدروج، كاين هنا دروج منا ومنا، يكون بالك هذه تطلع وهذه تهبط. اذا يطلعوا هنايا هذا الفضاء اللي ما كانش فيه التغليف الارضي بروفيت كونسول، ما كانش موجود. الان راه تم العمل انشاء التزيين تاع الباربي. واذا المدخل نلاحظ كاين 2 مداخل، ولا ربما يكون فيها مع هذا واحد يدخل والاخر يخرج. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية هي انه من ناحية الخارج تم انشاء طريق مزدوج خاص بالملعب هنا، بعيد عن الطريق السريع اللي كان موجود من قبل. اذا تم انشاء طريق هنا خاص بالملعب، وفيه رون بوان هنايا باش يسهل الحركة تاع السيارات. إذن هذا التهيئة الخارجية هنايا من ناحية التهيئة الخارجية. وكذلك كاين أشغال راهي سايرة باش يكون فيها مدخل من هذه الجهة، هنا كاين مدخل من الجهة هذه، وكي يكون مدخل أكيد يكون فيها طريق ثانوي هنا، فيها التهيئة الأرضية باش يكون فيها طريق ثانوي هنايا يكون موصل للطريق السريع. إذن هذه هي أشغال اللي راهي سايرة. وكذلك هنا نشوف بانه الملعب نتاع التدريبات او لو ستاد ريبليك سكون ابل لو ستاد ريبليك راه يعني بدات تظهر الملامح تاعو
حتى لي طرافو تاع لو دريناج شغالين تاع وضع الصرف او لو دريناج يعني تصريف المياه، راهي سايرة هنا في الملعب نتاع التدريبات او لو ستاد ريبليك. وكذلك نشوفوا نكون نلقوا النظرة لداخل الملعب، نشوف بلي ان الاشغال كاين اشغال تاع لو درا راهي داخل الملعب هنايا. اذا هذه هي الجديد بالنسبة للملعب براقي. وبالمناسبة نقول لكم يعني واش كان مشروع كان يعني موجد مهيأ، وهو بناء محطة هنا، محطة في المنطقة هذه، محطة نتاع السكك الحديدية وكل أنواع مواصلات، ستاسيون ملتي مودال كبيرة، وهي اللي تولي المحطة نتاع الجزائر العاصمة، يكون فيها أوتيل ومركز تسويق، يعني محطة ستاسيون انتيغري، سكون أبل إن ستاسيون انتيغري، معناتها فيها كل المصالح نتاع المسافرين. وتكون المحطة هذه موصلة فيها أناكس يوصل للملعب هنا، يكون لاكس هدايا يمر تحت الطريق السريع. وهنا ماشي لاكس هذا، راهو هنا الحقيقة، لأنه هنايا هنا كاين فضاء يمر تحت الطريق السريع موجود، يعني موجود بدون ما يكون فيها يعني تعطيل للحركة المرور. كاين باساج سو تيران اون سو سول، يعني ممر سفلي تحت الطريق السريع، يقدروا يحولوه إلى طريق عادي يمر تحت الطريق السريع هنا، باش يوصل يعني الجمهور اللي يستعمل المحطة بتاع المسافرين هنايا، يستعمل المحطة باش يروح للملعب. إذن هذا المشروع هذا درت عليه فيديو، وتجدونه في القناة، كان تبحثوا عليه نيو ملتي مودال ستيشن، حاجة من هذا القبيل، يعني اكتبوا اسم محطة ألجي أو ستاسيون دالجي نيو ستيشن أوف ألجيرز، you may find it in my channel. إذن هذا هو المشروع اللي راه بقى يخص، وهذه المحطة هذه يكون فيها يعني كلام آخر كذلك في مناسبة أخرى، هي تربط عندها زوج خطوط نتاع السكك الحديدية، يعني كان الخط هذا نتاع السكك الحديدية، وكاين خط آخر يعني هنا نشوف باللي مخططات تاع السكك، خطوط تاع السكك الحديدية دير مثلث هنا، كان هذا خط تاع اللي يروح لواد السمار، وهذا الخط اللي يروح البوليدة وهران، هذا الخط الشرق، وهذا الخط الجديد اللي يربط الجهة الشرقية نتاع العاصمة بالجهة الغربية نتاع العاصمة، يعني فيها ثلاث خطوط نتاع سكك حديدية تلتقي هنا عند المحطة الجديدة. نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.